جيت واحد لقيت كي حاط ديال الحلوف ما عرفوش هو بحال الكاسير هو بحال الكاسير باك تياكل البيكر راه حلو قال لي حتى لا قال لي راه تميت راه لا دان داد وانا نقول له هذاك خينا قلنا لا هذا راه البوره تحيدو صافي حنا يا ربي سمع راه بنين هو ماك تعرف لا معليش صراحة دوزنا كانت مغامرة زوينة ما سعيد صراحة والله لا زعما القصة العشرين راه ولي كانت هذيك الصورة ديال هذيك ديال الحكاية ديال سيدنا يوسف عليه السلام يا جور ولي علمها لي تما صراحة فهمتيني بقى لي ثانوية ميشو خوش ولا حوف البير ما عقلوش عليك فهمتيني اليامات ما بغيتش تسمح لي بعلمك فهمتيني قال لي راني خوخو شو ما عقلوش عليه وبا مسكين عما انا كنت نقول لها ما تخيت يبكي ما تخيت يبكي يبكي تيدير لها تاثر زعما وراه ولي له المهم كاكي هاد القصه زعما الصراحه شحال كتسناو فيك يا جور باش جيت تكونفيرمي لي لا حيت انا عارف شحال حاجه مشات لي عاود مشات لي شحال لا لا هي اللي قلت لك كاين بزاف ديال الحوايج ما قلتهمش عملتي ساعه اختصرت هذيك النهار اختصرتي اختصرتي الاحتراف اخويا يا جور مشيتي للكياسو كياسو ياك لعبتي في كياسو ومن بعد مشيتي لشارلوروا ياك كيف كانت التجربه هذه في الاحتراف شنو عطاتك انت كابو حسن شنو زيد صراحه تعلمنا منها بزاف الحوايج وحضرت لي انا في الاول اخويا انا في لونطريمات الاول تبدل عليه الجو لا بالعكس يا جورو فيه ما حطيتيش بالك بالعكس نهار الاول اخويا اللي كنت دهن فيهم والله العظيم والله العظيم ما عارف الكورانيه كنت لها كيضرب في نفس القشره ولكن محسن محسن تتكرر ارى لي هادو اللي ما كيتقلبوش كدير لها كيدير لك لقيت يا محسن واحد الماتش ميكال كانوا لاعبين ما لعبتيش واقيلا مشينا تفرجنا فيهم اييه شي هضره ديال الطريق ضرب ماشي 6 سوايع كان شي ماتش عندهم ماتش لاعبين البطوله وديك الساعه باقي ما تكاليفيش تيران صغير تيران في اللعيبه ديال الجمهور فهمتيني شي مرتب الاداب الطريق زوينه راك عارف هذيك سويسرا صراحه بلاد المستقبل ضرب عليه الطريق فهمتيني ما كاين ما يدار حمزه خويا حمزه علاش غادي عرفتي الطريق كيديرها عارف سويسرا كيديرها كلها طبيعه كلها 6 سوايع ديال ديال الكار وغتمشي تلعب ماتش حنا مشينا في الطوموبيل هذيك الساعه مشينا في الطوموبيل نسوق لهذيك 6 سوايع وشنو الاثار ديالها بدنيا عليك انت كاع ما متسوق حمزه كان جاد اخويا وكان كان جاد تتغلب على اي عوائق بدنيه راسك كيقول لك انت راه قاد على كل شيء صح هذا الشيء اللي كاين وراه كل شيء كاين الكره راه كتلعبها في الراس وداك هو الصغر كان جاد وباقي جاد اخويا عجبتك في هذاك الماتش ياك انا واحد الماتش الاخر اوه دخل هيب لي تبارك الله الفورمه بعدا كان شويه الله الا باقي اخويا كان هذا العام خصو يلعب المشكل ديال التاهيل التاهيل ديالهم وصافي دوماج انا بقى في هذاك الدري مسكين فرح صراحه اللي فرح باقي صغير عبد الله فرح ورا تلقاو ما اخويا محسن حمزه انت محسن علاش ما رجعش للرجاء في شهر ولكن الرجاء واش قال لي بغا واش الرجاء هما اللي صيفطوا داك اللعب الجديد هو قلع ولكن الرجاء راه كان عنده خصائص في الميركاتو بصح هو سير هو هذا الفرق ما يكونش سيني زعما شي عقد زعما باش تما وكان هو قبل ما يمشي لتطوان راه كان عنصر اساسي في المنتخب الاولمبي المنتخب الاولمبي اييه وداك العام راه كان مزيان كنا كنلعبوا في الماتش ديال كان خصنا حتى حنا نعاونوا الشابي الشابي راه كان مزيان برافو لك حمزه اخويا راضي ضاع هذاك الدرب وي هو داع في لجوز اولمبيك فوالا واش هو كنس هذا العام يلعب والله تيلعب مع الدراري كويريش صغير وكانت عنده حظوظ انه يقدر يمشي للاولمبياد مع سكيتيوي وعنده ليكاليتي باش يمشي تبارك الله مع الشابي تبارك الله كي كان مع الشابي ليكاليتي عنده لا مع المنتخب الاولمبي قبل ما يجي الشرعي راه كان تيتولار حتى جا الشرعي في الايامات الاولى كان كيلعب معاه وتا شديده كان مزيان راه كان غير معاهم لاكوب دافريك كان غير معاهم انا كنت كنتسنى يرجعوا الراجع زعما في الصيف اللي فات كنت كنتسنى الراجع وقالوا الراجع مازال نعطيو شي عام بحال ديال جديده ان شاء الله ويرجع واجد هو عام جلسها هو جلس ولكن الراجع كانت خصها تاخذ القرار في شهر 12 تعاون الدري تشوف لا سيتياسيون ديالو ماشي هي لا برافو عليك يا جوني شفت هذه القضيه لان الدري باقي صغير ما خصوش يريح بزاف كاع ما طريهش شوف بقي عندك هذاك لاش وجبرك عام شوف هاد لاج وهاد البيريود ديال الاولمبي ما يقدرش يعوضها هاد الاولمبي ديال ما لعبش هاد العام ما نقلبها في الكارير ديالو كامله دونك صراحه الدري ضاع في هاد ان شاء الله يعوض ان شاء الله زوينه بيه حتى دوك الفراقي
هذوك الفراقي انا احترام ماشي لتطوان ولا كاع جميع الفراقي، لكن انت انك جيب واحد اللاعب انه باش يتعاون معاك وغادي يعاونك في الفرقه وانت ما عندك سيتياس وانك باش تجيبو ما تجيبوش. انت ضيعتي على محسن دابا ولا حافظي ولا فار